هذا اليوم 13 يونيو بيوافق يوم عالمي مهم جدا، لأنه بيمثل شريحة مننا بيعانوا من ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدا. احنا بنسميه اختصارا بعدو الشمس، مرض المهق، يعني بهذا الشكل قد ينطق او يطلق عليه الاطباء. احنا بنعرفه اسمه عدو الشمس، ده نتيجه لاسباب ما، ولكن هنعرف طبعا الاسباب وهنعرف ازاي بيتم التعامل مع هذه النوعيه من الامراض الوراثيه، خصوصا ان اصحابها بيواجهوا مشكله كبيره في التعامل خصوصا في درجات الحراره العاليه. فهيكون لينا وقفه الحقيقه، بس اولا نشوف في التقرير ده يعني ايه عدو الشمس او مرض عدو الشمس وايه الاسباب اللي بتؤدي ليه، ثم هنيجي ان شاء الله في حوار مع دكتور محمد شلبي استشاري الامراض الجلديه، هنعرف منه بعض النصائح، لكن اولا نشوف التقرير ده ونرجع نبدا الحوار. اليوم العالمي للتوعية بالمهق يتم الاحتفاء بهذا اليوم سنويا في 13 من يونيو للاحتفال بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق في جميع أنحاء العالم. وتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال هذا اليوم لحشد الجهود من أجل التوعية بالمهق، وأحث العائلات والمجتمعات والمدارس على بذل جهد لإشراك الأطفال المصابين بالمهق وإعلامهم بأنهم أشخاص طبيعيون وغير منبوذين، لإعادة الثقة إليهم وإشراكهم في الأنشطة الجماعية. المهق مرض وراثي غير معدي يولد به بعض الأشخاص نتيجة لنقص كبير في إنتاج الميلانين، وهي صبغة بروتينية تفرز من قبل الخلايا الطلائية، مما يتسبب في غياب جزئي أو كلي للتصبغات الجلد أو الشعر أو العين. لا يوجد علاج للمهق، حيث أن معظم المصابين بالمهق يتمتعون بصحة جيدة، ولكن يجب على الشخص المصاب إدارة الحالة من خلال توخي الحذر بشأن الحماية من أشعة الشمس للوقاية من الإصابة بسرطان الجلد. فترك الحماية تتمكن في اتباع الآتي: البقاء بعيدا عن الشمس ووضع نظارات شمسية وارتداء ملابس واقية من الشمس، ارتداء القبعات ووضع واقي الشمس بانتظام وبمستوى حماية لا يقل عن 30 SPF كل ساعتين، بالإضافة لإقامة فحص جلدي بحثاً عن التغيرات أو العلامات المشبوهة، وتجنب الأدوية التي تجعلهم أكثر حساسية من الشمس. وبالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق، فهم بحاجة لزيارة طبيب العيون بانتظام.